والآن نتحول في نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري لأهم أنباء الاقتصاد. أخبار المال على مال في نشرة السادسة تستعرضها لنا ميرنا إيهاب. مساء الخير. شكرا لكما مصطفى وريهام، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة وكذا معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات، وذلك اعتبارا من يناير القادم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وخلال اجتماع لمتابعة توفر السلع، أكد مدبولي على ضرورة التنسيق مع المحافظات لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشواذر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في كل محافظة لا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً. كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشواذر هذا العام، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية والتي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة مثل وزارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الأوضاع طبيعية بالمحافظة مثلها مثل أي محافظة أخرى. وأعلن المحافظ أثناء رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أن الوضع في تحسن خاصة بالعريش، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل حاليا هو السلع التموينية والمواد الغذائية. كما أكد المحافظ أن محافظة شمال سيناء تعد من أكثر المحافظات استقرارا في السلع التموينية والمواد الغذائية. وأعلن محافظ شمال سيناء عن إقامة معارض للسلع خلال الأسبوع القادم لكبار التجار، يتبعها معارض أخرى استعدادا لرمضان لصغار التجار. تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوق العبور لمتابعة توفر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضار والفاكهة بأسعار مناسبة. وخلال لقائه تجار السوق، أكد محافظ القاهرة أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة مراقبة الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وإنشاء أسواق جديدة للجملة بالقاهرة تتيح السلع بأسعار تنافسية من أسواق الجملة مباشرة، مما يسهم في خفض الأسعار. كما أكد محافظ القاهرة على تقديم كافة التيسيرات لتجار السوق وطلبهم بالتنسيق مع تجار التجزئة للقضاء على ظاهرة المغالاة غير المبررة. جميع السلع متوفرة والأسعار اللي داخل السوق الأسعار مناسبة جدا، عشان كده يعني احنا هنا يعني بنؤكد على تجار التجزئة اللي بيتعاملوا مع سوق العبور، ومن خلال الأسعار المناسبة اللي احنا بنلاقيها في سوق العبور او هو اللي بيتعامل معاها داخل سوق الجملة، ان هو تكون الأسعار خارج السوق مناسبة وفي متناول المواطن. العرض والطلب، السلع الكويسة هي اللي يمكن بتستمر، والسلع الرديئة بتطرد من السوق، والأسعار حسب العرض والطلب. نيجي للفاكهة بالتحديد، الفاكهة متوفرة والحمد لله مفيش حد بيشتكي. برتقان بلدي وسكري وبصرة من 3 جنيه ل5 جنيه، يعني متوفر جدا، ما عندناش مشكلة يمكن الحمد لله من فاكهة، وفي عوامل جوية جت السنة دي جميلة بخصوص الفاكهة كلها، والحمد لله يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى. احنا عندنا في متوفر الايام دي البولتي والبوري والمكرونه والجمبري والصبيط، يعني اغلب الاسماك دي متوفره اليومين دول، والسردين بكثره الايام دي، الاسعار مستقره بالظبط كده. والاسماك فيها ميزه حلوه كبروتين حيواني، حضرتك عندك كل الاسعار، يعني عندك البولتي بسعر قليل، فيه الجمبري سعر، اللي عايز ده بيشتري، اللي عايز ده بيشتري، في كل حاجه متوفره يعني متوازنه.
افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بمدينة الغردقة حلقة السمك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد فيها، وتمت عمليات التجديد على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية. كما افتتح المحافظ أعمال تطوير طريق مطار الغردقة والتي تمت على أعلى مستوى وفي وقت قياسي لتظهر المدينة في أبهى صورها، خاصة وأن المواطنين وضيوف المحافظة من السائحين يستخدمون هذا الطريق يوميا. وكانت توجيهات القيادة السياسية تؤكد على ضرورة رفع كفاءته ليعطي انطباعا جيدا يبرز جمال المدينة ويحسن من الصورة الذهنية. شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تداولات ضعيفة، حيث قللت المخاوف من الركود إقبال المستثمرين على المخاطرة، إلا أن الخسائر كانت محدودة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا بنسبة 0.3% لينهي سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات. وأغلق المؤشر السعودي مستقرا دون تغير يذكر، وارتفع مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 0.3%. إلى أسواق البترول العالمية، حيث لم تتغير أسعار النفط كثيرا إذ طغى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية على المخاوف إذا ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين أكبر مستورد للنفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% إلى 80.6 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 0.1% إلى 76.27 دولارا. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.59% لتصل إلى 3.59 دولارات للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.46% لتسجل 5.44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11% في الفترة من الأول وحتى يوم 20 ديسمبر الجاري مقارنة بالشهر السابق، بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ. وأضافت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرا بلغت في المجمل 560,000 طن يوميا خلال الفترة المذكورة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى مصطفى وريهام. شكرا ميرنا.